دول كأنهم بيغشوا من بعض، كلهم بيتكلموا على سليم وكاتبين نفس الكلام. ربنا أكبر من الكل يا بنتي. أوي يا ماما، بس هم كده بيحاكموه حتى من قبل ما الحقيقة تظهر. ربنا يستر بقى وما ياخدوش بكلامهم بكرة في النيابة. معقولة يا سلمى يعني النيابة هتاخد بكلام الجرايد يا بنتي؟ أنا عارفة بقى، ده كله غير فيسبوك وتويتر، كله بيفتي وخلاص، كلهم بيتكلموا على سليم كأنهم شافوه بعينيهم. بكرة إن شاء الله لما الحقيقة تبان كل ده مش هيبقى له أي قيمة. أنتِ مش بتقولي المحامي طمنكوا؟ آه بيقولي. ربنا يعدينا منها على خير. أخبار خطيبك إيه؟ معقولة يختفي في الظروف اللي إحنا فيها دي؟ لا هو بس عنده شغل كتير يعني في البنك الفترة دي، فبيفضلوا مسهرين لحد بالليل. طب حتى يسأل علينا بالتليفون، فريدي محتاجين حاجة. ما هو بيكلمني على طول وبيقعد يطمن عليا وكده. أنا بس اللي مش عايزة أتعبني. بعدين أنت عارفة يوسف يعني، ولا بيحل ولا بيربط وبيغرق في شبر مية. ربنا يرجعك لينا بالسلامة يا سليم يا ابني، وما يحوجناش لحد غيرك أبدا. يعني أنت بدل ما تيجي تشوفنا إذا كنا محتاجين حاجة قاعد قدام التلفزيون تتفرج على سليم وهو بيتشتم ظلم؟ يعني إيه مش قادر تشوفني في الحالة دي؟ يا ابني حس على دمك شوية، أنت خطيبي شوية وهتبقى جوزي اللي أنا بتسند عليه. يعني هتيجي بكرة النيابة ولا لأ؟ أنا عارفة إن كله بتسهيل ربنا، بس أنا دلوقتي بسأل هتيجي بكرة النيابة ولا لأ؟ مش عارف؟ خلاص أوكي يوسف، متشكرة جدا. لحد امتى؟ لحد امتى هيفضل الظلم والقهر وسلب الحياه حتى هو مصير اي حد يفتح بقه ويتكلم ويزعل الباشا الظابط؟ زياد ما غلطش يا معالي وزير الداخليه، وما كانش مجرم ولا بلطجي عشان يروح مننا في عز شبابه على ايد ظابط معقد ومكلكع نفسيا بيطلع عقده على خلق الله. زياد كان مصري زينا كلنا، ومحدش فينا هيسكت ابدا على اللي عمله فيه واحد من رجالتك يا سياده الوزير. احنا ما بنقولش ان جهاز الشرطه كله مدان، بالعكس جهاز الشرطه فيه رجال شرفاء ظباط شايفين شغلهم على اكمل وجه، لكن انتوا وعدتونا وقلتوا هنطهر نفسنا بنفسنا وطلبتوا مننا ان احنا نساعدكم، واحنا اهو بنحاول نساعدكم، بنشاور لكم على موطن المرض. يا سياده الوزير، عندك وسط رجالتك ظابط فاسد اسمه سليم الانصاري بيتعامل مع مصر كلها على انها عزبه ابوه ومش همه اي حد. يا ترى بقى هتوقفوا بعضكم معانا؟ يسلم فم على ايه؟ حط الزفت ده شويه. حاضر يا اخويا، استنونا بعد الفاصل. نازل رايح فين؟ نازل مع صحابي تحت في الشارع. ليه؟ مالكش بيت لامك؟ وراكش مذاكرة؟ ما عندكش مدرسة تنام لها بدري عشان تصحى جتتك فايقة؟ خلصت مذاكرتك خلاص؟ اه خلصت مذاكرة. خش ياض اتخمت جوه ياض، اعمل أي حاجة مهمة، مفيش نزول، هتقف مع عيال ساعة ناصي؟ خش ياض جوه ياض. إيه يا اسطى؟ ما بالراحة على الواد شوية يا أخويا. مالك حطه في دماغك كده ليه؟ في ايه يا ايام؟ في ايه؟ بربيه عاجبك انه ينزل يقف على عيال الصيع على النواصي تحت؟ لا يا اخويا. طب بقول لك ايه؟ والنبي يا حوده ما تنساش بكره ميعاد ياسين في المستشفى عشان نقل الدم يا اخويا. والنبي ما تنسى يا حوده. لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا مش ناسي. علي الزفت ده شوية. مش لازم افيدك خلاص، خلصت. يلا روح. نروح فين بس يا سليم؟ احنا مصدقنا الظابط وافق ان احنا نيجي نشوفك شوية. هتلاقي التعليمات لسه ما وصلتلوش. تعليمات ايه بس يا ابني؟ الراجل بيتعامل معاك وعامل حساب انك كنت زميله في منتهى الادب والذوق. معلش. كل ده شويه هيضيع. في ايه يا سليم؟ ايه الطريقه اللي بتتكلم بيها دي؟ انا عمري ما شفتك مستسلم كده. عشان انا عمري ما دخلت ممكن يحصل لي كده. واحد اللي امال مش كده؟ لا 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 حد يفكر ان هو ينزل كده ناي. بس انت قول يا رب، قول يا رب ربنا ينصرك. حلو قوي 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 الكلام ده. ماشي خليك عندك انت وبلغني اول باول. سلام. خير يا متر. مبروك يا حاج. النيابة أمرت بتحويل القضية للمحكمة،
ولا فندي سليم ده هيتحاكم بتهمتين، قتل زياد والرشوه، ده غير بقى يعني شويه تحابيش كده من تهم على جنب. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. وما منزحت يا حاج؟ لا يا احمد لسه ما انزحتش. انا مش هطمن ولا اهدى لما القضيه دي يتحكم فيها. وحياتك وغلاوتك عندي اللي هيتحكم فيها، وانا بقول لك اهو من دلوقتي لو جابوا 20 محامي القضيه دي اتقفلت ضبه ومفتاح. اهدى شويه يا متر، الحكومه ممكن جدا قدام تترمخ على القضيه، مفيش حاجه صعبه على الحكومه، وفي الاخر ده ظابط يعني راجلهم. انسى يا حاج، الحكومه خلاص قررت ان هي تقرا الفاتحه على روحه، وبعدين صعب قوي يعني ان هي تترمخ على الموضوع بعد الهيصه دي كلها. الناس بتنسى حماد، الناس بتنسى. لا يا حاج، امال احنا بقى لازمتنا ايه؟ فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. وبعدين بقى انا ابتديت بواحده النهارده. واحده؟ واحده ازاي يعني؟ خليت الرجالة عندي في الدايرة يلموا شوية ناس ويطلعوا على سرايا النيابة، يعملوا لهم يعني شوية قلق وهيصة هناك كده، عشان لو بيفكروا يلعبوا بديلهم كده ولا كده يراجعوا نفسهم. أيوة بس الناس دي هتروح تقف قدام النيابة بصفتهم إيه؟ ده كلام برضه. مواطنين شرفاء متعاطفين مع قضية الواد، ده غير إن هم مستهين جدا من تجاوزات الشرطة، والشعب كمان لازم يقول كلمته. يا حرية فينك فينك؟ يا حرية فينك فينك؟ الأنصاري بيننا وبينك، الأنصاري بيننا وبينك، الأنصاري بيننا وبينك، الأنصاري بيننا وبينك. أيوة يا فندم، أوامر معلك سعادتك. أنا آسف بزعل سعادتك بس الدنيا عندنا هنا خربانة خالص. لا في تجمهرات يا فندم وإحنا مش عارفين نعمل معاها إيه، ما كناش عاملين حسابها. تمام يا فندم، تمام. أنا آسف جدا يا سليم بيه، بس معلش أنا اضطر أطلع فوق تاني. أنا آسف يا فندم. لا يا ابني ما تتأسفش، كتر خيرك على كل اللي أنت عملته معايا. معلش اتفضل قدام يا سامي. ربنا معاك يا ابني. تحياتي يا سليم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يفكر يمسك يا سليم. وقف المتهم انت وهو عشان نتمم العدد. سليم بيه الدنيا مقلوبه عليك بره. انا اسف جدا بس انا اضطر احضر مع المتهمين اللي خارجين من النيابه. شوف شغلك يا باشا. اول ما الدنيا تهدى كل حاجه ترجع طبيعتها. أنا اللي آسف مش اسمع كلامي انت. طب بره. اطلع. انت فين؟ اطلع. هنموت. نط بقى. هنموت.